مرحبا بكم في درس المستوى الرابع لعمليات الضرب. دعونا نقوم بالمثال التالي. لدينا 235 ضرب، سأستخدم لونين مختلفين، لنقول ضرب 47. هكذا نبدأ بحل مسألة الضرب من المستوى الرابع مثلما قمنا بحل مسألة الضرب من المستوى الثالث. بكل بساطة سنأخذ 7 ونضربها ب 235. 7 ضرب 5 يساوي 35. 7 ضرب 3 يساوي 21 زائد 3 التي في اليد يساوي 24. 7 ضرب 2 يساوي 14 زائد 2 التي في اليد، الناتج 16. هكذا أنجزنا كل ما يتعلق بالسبعة. الآن سنتعامل مع الأربعة. حسنا، هذه الأربعة في منزلة العشرات، لذلك نضع الصفر هنا. يمكنك استعراض هذا على أننا نضرب 235 ليس بأربعة لكن بأربعين، ولهذا السبب قمت بوضع الصفر. لكن في حال قمت بوضع الصفر فيجب أن تتعامل معها على أنها أربعة، لذلك نقول 4 ضرب 5 يساوي 20. دعونا ننسى ما قمنا به في السابق. 4 ضرب 3 يساوي 12 زائد 2 التي في اليد يساوي 14. 4 ضرب 2 يساوي 8 زائد 1 التي في اليد يساوي 9. الآن نقوم بعملية الجمع. لدينا 5 زائد 0 5، 4 زائد 0 4، 6 زائد 4 يساوي 10، ونحمل الواحد. 1 زائد 1 زائد 9 يساوي 11، إذن يكون الناتج 11,045. دعونا نقوم بحل واحدة أخرى. لنفترض أن لدي 873. سأختار أعدادا بسرعة، فقط تحملوني قليلا. 873 ضرب، سأكتب بألوان مختلفة حتى تفهموا بشكل أفضل ما أريد توضيحه. 97 لنستبدلها بثمانية، ومثل ما فعلنا من قبل نبدأ بمنزلة الآحاد. 8 نضربها ب 873، إذا 8 ضرب 3 يساوي 24، ونحمل الاثنان. لدينا 8 ضرب 7 يساوي 56 زائد 2 يساوي 58، ونحمل الخمسة. 8 ضرب 8 يساوي 64 زائد 5 69. أنجزنا ما يتعلق بالثمانية. الآن علينا أن نضرب بتسعة، أو يمكن إتمام العملية على أننا نضرب 873 بتسعين. لكن ضرب أي عدد بتسعين سيعادل ضربه بتسعة، ومن ثم نضيف صفر إلى الناتج. لهذا السبب وضعت صفر هنا. 9 ضرب 3، الآن لأوضح الأمور سأتخلص من كل هذا، كل ما حصلت عليه في السابق. نقول 9 ضرب 3 يساوي 27، ونحمل الاثنان. 7 ضرب 7 يساوي 63 زائد 2 يساوي 65. 65 نضع الستة في اليد. 9 ضرب 8 72 زائد 6 78. الآن سنقوم بعملية الجمع. لدينا 4، 8 زائد 7 15، 1 زائد 9 زائد 5 15، 1 زائد 6 زائد 8 أيضا 15، 1 زائد 7 يساوي 8. إذن الناتج يكون 85,554، وأمل أن يكون هذا الناتج صحيح بلا أخطاء. لنحل مسألة أخرى، وأعتقد أنني أصبت الفكرة.
المسألة التالية التي سوف أحلها التي يمكنكم أيضا حلها ستكون مسألة ضرب من المستوى الخامس، لأنني في الواقع بالضرب بعدد من المستوى الخامس سنتبع طريقة معينة لنقول أن لدي 234 ضرب، سأستخدم ثلاثة ألوان، ضرب لنفترض 600 وهنا 43. في البداية سنتعامل مع الثلاثة في منزلة الآحاد ونضربها بمئتان وأربع وثلاثون. حسناً، ثلاثة ضرب أربعة يساوي 12، وثلاثة ضرب ثلاثة يساوي 9 زائد 11، نضع واحد باليد، ثلاثة ضرب اثنان يساوي 6 زائد 1 يساوي 7، التالي سيكون أعتقد أنني أخطأت في مكان ما، دعوني أتأكد. 3 ضرب 4 12، لا هذا صحيح، هذا صحيح، كنت أزعج نفسي بهذا فقط. حسنا، الآن نحن جاهزون لنضرب بأربعة، وهنا تعتبر 40 لأنها في منزلة العشرات، فنضع الصفر هنا. 4 ضرب 4، دعوني أمسح كل شيء في الأعلى، أنسى دائما فعل هذا. لدينا 4 ضرب 4 يساوي 16، ونحمل الواحد. 4 ضرب 3 يساوي 12 زائد 1 يساوي 13، 4 ضرب 2 يساوي 8 زائد 1 يساوي 9. انتهينا من الأربعة أو 40. الآن جاهزون لنبدأ بستة أو 600، ولأنها 600 سنقوم بوضع صفرين هنا ونتعامل معها على أنها 6. دعوني أمسح ما قمت به في السابق. إذن 6 ضرب 4 يساوي 24، ونحمل الاثنان. الآن 6 ضرب 3 يساوي 18 زائد 2 يساوي 20، ونحمل الاثنان. 6 ضرب 2 يساوي 12 زائد 2 يساوي 14. الآن نقوم بجمع النواتج. لدينا 2 و6 و7 زائد 3 زائد 4، هنا 14، وفي اليد 1، 1 زائد 9 يساوي 10، نضع 1 باليد، 1 زائد 4 5، وهنا 1، آمل أنك ترى هذا بوضوح. الناتج الذي حصلت عليه هو 150462، وأعتقد أنك الآن تستطيع حل مسألة الضرب من المستوى الرابع.